اهلا بكم من جديد وتحليل اداء حكام لقاءات اليوم مع العالمي كابتن احمد الشناوي. ابو كبات اهلا كبات، نورنا. نورك حبيبي، اتفضل يا كابتن. هنخش على حالات التحكيم. اول حاجه احنا كان عندنا في شك في الهدف الثاني بتاع اسوان، كلنا قلنا عليه تسلل، لكن لما نشوف الحاله يعني عايزين نشيد بالحكم حمد عبد العظيم. ظاهره انها تسلل لكن لعبه صعبه جدا، وندل ان دل المساعد ده يعني مركز وواقف فعلا مع اخر تاني مدافع وعامل ربط. نشوف بقى الحاله، لحظه تعب الكره زي ما انتم شايفين الخط اللي عندنا هنا طبعا في قناه تن. اللاعب هنا اللي مغطي اللي هو لاعب ام بالاخير، واضح جدا ان اللاعب اون سايد مش اوف سايد. وادي لحظه طلوع الكره زي ما انتم شايفين الكره بتطلع اهي، طلع من رجل زميله. اللاعب في موقف صحيح وقرار المساعد صحيح والهدف صحيح، ولا يعني ما يشوفوش شائبه من عدم الصحه ابدا. دي الحاله بتاعت الهدف، هدف صحيح ما فيش كلام مظبوط. انما نخش بقى على المباراه الاولى اللي هي مباراه مصر المقاصه والانتاج الحربي. نشوف الحالات، نمشي كده مع بعض. اول حاله حكم هنا طبعا يعني العاب فيها قوه وفيها عنف، والحكم ما تعاملش معاها يعني على الاقل في فاول، بدليل انه رايح يرجع يعالج اللعيبه، رايح يرجع يعالج اللعيبه، معناها اللعيب ده ما وقعش يعني نتيجه التحام، ما فيش التحام يعني يؤدي لاصابه طول ما فيهوش خطا. يعني اللعيب بيتعالج، يبقى اذا الكره خطا، والحكم هنا يعني مش عارف تهاون في التعامل مع اللعبه، واضحه جدا انه لاعب عرقله. هنا الحاله دي ركله الجزاء والطرد من يعني امبارح على النقيض، حاله كانت عندنا الحكم تعامل معاها بمنتهى التراخي ما احتسبهاش. هنا الحكم امين عمر انا اهنيه لان الطرد مظبوط، فرصه محققه لاحراز هدف موجوده. ادي لو وقفنا اللاعب هنا، دي لحظه المخالفه، لو ما تمتش المخالفه دي بعتقد ان هو منه للجون ويقدر يجيب جول. صح، نسال بقى المهاجم بتاعنا كابتن محمد محسن، طبعا فرصه محققه مفيش شك ان يجيب جول طبعا. نشوف الحاله بعد كده اللي بعد منها، اللاعب يعني في ناس في اللعبه اللي هنا يعني الحاله دي حسب ركله الجزاء. ركله الجزاء يعني انا عايز اقول مش ممكن لاعب يبقى هو قدام الكوره ولعيب ورا، اللعيب اللي قدام يرتكب مخالفه. يعني هي لعبه لما هتشوفوها يعني بعتقد ان هتبقى فيها شيء من مش عارف، هو شاف الفانيلات عكس بعض ولا ايه. نشوف الحاله، نبص هنا اللاعب اللي قداماني اللي هو بتاع لاعب مين؟ الانتاج الحربي. الانتاج الحربي، نمشي. مين اللي جاي من وراء المقص؟ المخالفه بتتم من مين؟ المقص. من المقصة ضد مين؟ ضد بتاع الانتاج. احتسبت ركله الجزاء لصالح مين؟ المقص. يعني طبعا ركله الجزاء وهميه، يعني انا مش عارف، هو اكيد يعني حصل يعني مش هقول غير كده، يعني اختلط عليه الامر بان المهاجم مدافع والمدافع مهاجم، ما نقدرش نقول غير كده. هنا اللاعب هنا ما نقدرش نقول عليه سيميليشن، هو اللاعب هنا كان بيجري وحصل له يعني زي ما تقول عدم توافق ما بين حركه رجله واللي عنده في دماغه، ففقد توازنه، زق الكره بسرعه، حب ينقل رجله اسرع، فقد التوازن، لكن ما بيعملش يعني زي ما تقول تمثيل انه عشان ياخد فاول. اللعبه اللي هنا اللي قدامنا دلوقتي اللي بنشوفها دي، بابا اركو طبعا يعني قمه، شوف بص الدخله فين، بص الدخله فين، في الانكل. ده اللي انا عايز اقوله، نرجع كده بصوا بقى، بصوا فين، بصوا بس نقف. ده لازم طرد، طرد مفيش كلام. الصدز بالشكل ده، الرجل كده بالقوه دي، بالاندفاع اللي جاي بيه ده، انا ما يعني دي يعني ده سيريس فاول بلاي، والكره مش موجوده اساسا. يعني انا مش بتكلم حتى هو مكمل في رجل، هو ما داخل في الرجل بالشكل ده. لو تتذكروا برضو لعبه محمود فضل اتحلم على الانتاج الحربي قلنا نفس الكلام ده والوضع ده. هنا لابد من
الكارت الاحمر لعبه ما فيش شك فيها تهور، فيها فيها استخدام قوه زايده ولعب عنيف. طبعا لازم كان هنا طرد، لكن هو قدر انذار. شوف بقى الحاله اللي جايه دي، هنا نفس الكلام، مين اللي قدام ومين اللي ورا؟ اللعيب اللعيب المقصه واحتسبها ايه؟ احتسبها على مين؟ على اللاعب اللي جاي من الخلف. هي نفس، انا جايبها عشان خاطر نفس ايه؟ نفس ضربه الجزاء اللي هو ضربه الجزاء ده اللي انا عايز اقوله. يعني هنا ده التمام. اللعبه هنا طبعا المساعد والحكم حصل بينهم اختلاف. نشوف الاعاده والمساعد. هنا الحكم المساعد اشار بخطا وادى الخطا لصالح المقص. رغم ان الخطا الحكم صح، لان اللاعب النهارده لاعب المقصه اللي هو مسك الكوره برجليه بين رجليه منع اللاعب من لعبها طبقا للقانون، لابد من معاقبته بركله حره غير مباشره. يبقى الحكم هنا صح. كده احنا وصلنا الحالات اللي هي بتاعت المقصه. نخش على مباراه انبي واسوان، هي الحاله الاولى. ده التسلل اللي المساعد اشار لتسلل، لاحظت لعب يعني لاحظت التسديد. لكن لو احنا رجعنا بقى، نرجع كده نرجع لورا شويه، لاحظت التسديد الكره حتى يعني لاحظ الكره خرجت. وطبعا هو اهو بالعين المجرده واضح جدا ان اللاعب الاسوان مش متقدم عن اخر تاني مدافع لفريق انبي، وبالتالي كان عنده فرصه احراز هدف. انا بشايف ان المساعد يعني منع فرصه هدف لفريق اسوان. بس صعبه وجب. ها؟ صعبه. ما هو انا عايز اقول على حاجه، خلينا نتكلم في جزئيه مهمه. في اللعبه اللي جابها زميله اللي هي جت هدف. صعبه ولا سهله؟ لا صعبه برضه. طالما يعني لازم يكون عندنا مبدا، طالما العامل البشري بيحقق الشيء ما ينفعش ان انا اقول ان انا مش هقدر اعمله. طالما غيري جاب 10 من 10 انا اجيب 10 من 10. تمام يا كابتن. نشوف الحاله اللي بعد كده. بص لا لا نفس القعده دي نفس القعدة. نفس القعده ما فيهاش تسلل، ما فيهاش تسلل خالص. تمام يا كابتن. الحاله اللي بعديها يا كابتن. انا بمشي هو بمشي يا اوكي أصر. اوكي شوف الحاله اللي بعدها. هنا ركله الجزاء زي ما قال عادل المأمور، كابتن عادل قال لك ان طبعا ركله الجزاء صح وما هياش فرصه محققه، لان الكره راح بعدت عن المرمى، كان في شكل جانبي الناحيه الثانيه، انما حارس المرمى هو المرتكب للخطا وليس المدافع. نجح في لعب الكره ولكن المخالفه جت من حارس المرمى برجليه وبعدين بيده. هنبص تلاقي رجليه الاول، ادي الرجل وبعدين الايد. فطبعا هنا الانذار لازم اللي ياخده حارس المرمى مش المدافع. المدافع هو اللي خد الانذار من الحكم، طبعا القرار خاطئ. نشوف اللعبه اللي جايه دي وهي ركله جزاء يعني لم يحتسبها الحكم رغم قربه. هنا ده اللي انا عايز اقوله، ان منطقه الجزاء هي يعني ايه؟ الاختبار الحقيقي للحكم. لان النهارده خاصه هو ده القرار الصعب، هو ده الحكم، هو ده اللي يفرق ما بين حكم وحكم. والتوقيت يا كابتن شناوي ايا كان، مش عايزين نقول التوقيت معلش في اللحظه دي يعني طب. انا عايز اقول التوقيت يعني الثانيه الاولى لو جت احسبها، في الثانيه الاخيره احسبها، ده شغلته كده. دي ايه بقى يا كابتن؟ دي ركله جزاء ومش غير مباشره. في ناس ممكن تقول لك رجليه عاليه دينجرس بلاي. لا مش ما هنا اللعب الخطر مش موجود ليه يا كباتن؟ لان حصل تلامس. طالما التلامس حتى عن طريق الكره، لو الكره بينهم وفي تلامس يبقى ركله حره مباشره مش غير مباشره. طبعا ركله جزاء رغم قرب الحكم، انما الحكم تغاضى عن احتساب اللعب. دي الحالات كابتن، دي الحالات التحكيميه النهارده يعني اصلا لي ركله جزاء واضحه وصريحه. بالظبط كده كابتن شناوي، منورنا دايما دايما يا كابتن. بشكركم يا كابتن. شكرا كابتن احمد. وعموما طبعا هو الاستوديو التحليلي النهارده كان ممتع بوجودكم طبعا كابتن الكبار. مش عارف الجدول الترتيب في النهايه موجود ولا لا، ولكن مصر المقاصه لو نشوفه سريعا اطلاله سريعه على جدول الدوري علشان نتعرف على موقف الفرق
قبل الاسبوع القادم ان شاء الله، ولسه في سموحه وحرس الحدود على فكره هيبقى يوم الخميس اللي جاي، مباراه ان شاء الله في تمام الخميس، وهي مباراه كبيره ومباراه جميله ان شاء الله نتوقعها يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الاسبوع السابع. ولكن جدول الترتيب حتى الان، مصر مقاصة في المركز الاول، الداخليه في المركز الثاني، المصري الثالث، الاسماعيلي والزمالك والاتحاد والاهلي وانبي اللي النهارده صعد ثلاثه مراكز، وادي دجله في المركز التاسع، ثم سموحه في المركز العاشر، ده النصف الثاني من الجدول، الانتاج الحربي، طلائع الجيش، المقاولون العرب، بتروجيت اسوان، اتحاد الشرطه، غزل المحله، وحرس الحدود. ان شاء الله مباريات الاسبوع الثامن بعد مباراه سموحه وحرس الحدود، الانتاج الحربي مع انبي مباراه كبيره، الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، المقاولين العرب، ومصر المقاصه. ان شاء الله ده يبقى يوم الاثنين 14 ديسمبر، الثلاث 15 ديسمبر اسوان واتحاد الشرطه، الاسماعيلي وغزل المحله، الداخليه وبتروجيت، ثم يعود قطب الكره المصريه مره اخرى الى الدوري المصري من خلال لقاءات الخميس بعد المقبل، حرس الحدود مع الزمالك، وادي دجله مع المصري، واخيرا الاهلي مع سموحه. شكر موصول لنجومنا نجوم التحليل كابتننا الكبار الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد سيف، نورتنا. ربنا يخليك يا زحمه. شكرا. والكابتن الممتع والفاكهه كابتن محمد محسن ابو جريش، نورتنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. والممتع ايضا كابتن خالد جد الله، نورتنا. نورتنا، شكرا يا كابتن احمد. شكرا. ان شاء الله يوم الخميس نشوفكم على خير في استاد تن ولقاء سموحه وحرس الحدود. شكرا لكم والى اللقاء.